يا مساء الفل عليكم، حلقه جديده النهارده من برنامج هو وهي. وحشتونا من الاسبوع اللي فات للنهارده، والنهارده معانا حلقه مختلفه جدا، حلقه كلكم بتحبوها. بس خلوني في الاول ارحب معايا بزميلتي في الاستوديو ذكرى. اهلا بيكي يا ذكرى. اهلا بيكي يا خلود، واهلا بكل متابعين قناه الصحه والجمال. النهارده معانا طبعا الشيف ماهر. اهلا بيكي يا شيف. اهلا وسهلا بيكي يا استاذ. نورنا يا شيف، وحشينا من الاسبوع اللي فات النهارده. الله يخليكي وانا اكتر والله. الله يكرمك. يا اخباركم عاملين ايه؟ كله تمام الحمد لله. على بركه الله بتاع النهارده بقى نتكلم بقى نصيف في الاستوديو بقى. نصيف طبعا، عندنا عنب وعندنا جوافه وعندنا اه لا انا شايفه في شغل خطير بيحصل النهارده بقى. بنتكلم في المصيف والسندوتشات اللي بناخدها على البحر والعصاير والفاكهه بتاعت المصيف، وايه الحاجات اللي ممكن ناخدها تكون سريعه شويه في على البحر يعني. واحنا سندوتش كده خفيف وبتاع عندنا النهارده. قول لنا بقى يا شيف هتعمل لنا ايه النهارده. عندنا النهارده ان شاء الله هنعمل برجر، برجر تشيز برجر بالجبنه، وعندنا هوت دوج او سوسيس. اوكي. وهنعمل كبده اسكندراني برضو. الله حلو. ان شاء الله ثلاث سندوتشات خفاف كده ولزاز، بحيث ان ايه الواحد لما يروح يقعد على البلاش كده ولا ما يكلفش نفسه يعني، ياخد او البحر بيجوع بقى وكده، فان كنا يقعد ياكل بقى على طول شغال شغال كده ان شاء الله. طب والعصاير معانا ايه؟ عندنا ان شاء الله النهارده ثلاث انواع عصير اللي هو فاكهه الموسم. عندنا ان شاء الله جوافه، مانجا، عندنا مانجا، وعندنا ليمون بالنعناع عشان نروق الناس ونروق دم الناس ان شاء الله. نروق الناس قاعدين على البحر كده ان شاء الله. هتبدا معانا بايه طيب يا شيف؟ ان شاء الله هبدا معاكم بالسوسيس والبرجر والكبده الثلاثه مع بعض ان شاء الله بامرك يا رب. وبعد كده ان شاء الله نعمل العصير بقى ايه في الاخر. اوكي. واحنا برضو حضرتك برضو شغال برضو يا شيف، عايزين برضو نتكلم في موضوع بتاع الساحل بقى والمصايف وبتاخدوا ايه وانتوا طالعين على الساحل. عايزينكم برضو تشاركونا في الحلقه النهارده وتكلمونا وتقولوا لنا برضو ايه الحاجات اللي انتوا حابين تسالوا الشيف فيها، او الحاجات السندوتشات او الاكلات اللي انتوا بتحبوا تاخدوها معاكم على البحر. وعايزين برضو نتكلم النهارده، ظهرت ظاهره كده بقالها فتره، الساحل الطيب والساحل الشرير. ناس كتير انقسمت ما بين تقول لك لا انا بحب الساحل الطيب، بنحس فيه بالمصايب بتاعت زمان وبالروح وبالعائلات وبحب الاسره وبالتجمعات وبالكلام ده كله. وفي ناس تقول لك لا الساحل الشرير بقى والبراندات والاونرز والكلام اللي هو الجميل اللي احنا بنقعد كلام الفانكي ده. كلام الناس الفانكي قوي، الناس الروشين قوي دول. فعايزينكم برضو تشاركونا في حلقه النهارده وتقولوا لنا برضو انتم من محبين الساحل الطيب ولا الساحل الشرير. الساحل الطيب على فكره ذكرى بيبدا من الكيلو 21 بعد مارينا، قبل مارينا لغايه مارينا، من مارينا واحد لحد بقى وانت مكمل بقى مارينا واحد بقى لغايه بقى قبل مارس مطروح كده. طبعا يعني الموضوع هناك مختلف جدا بشكل كبير. انت عارف يا شيف موضوع الساحل الشرير ده ولا؟ والله اسمع عنه يعني. بتروح الساحل اللي بتنزل فين هناك في الساحل ولا بتصيف اسكندريه؟ لا انا بروح تبع الناس الغلابه طيب. الناس الطيبين يعني لما كان زمان يعملوا عندنا رحله ولا حاجه بنسموها رحله يوم واحد كده او ثلاث ايام كده، كنا مثلا نروح العين السخنه او جمصه او الاماكن اللي هي بقى بتاع الناس الطيبين. الناس الطيبين الايام الجميله اللي كان الواحد والله مبسوط فيها فعلا. دي احلى ايام والله فعلا. والله احلى ايام. الساحل الشرير ايه هو؟ حلو الساحل الشرير. ايوه مش هنكر يعني. لا بس طبعا الساحل بقى كل وقت طيب، ده اللي اتربينا عليه طبعا، وكنا مع عائلاتنا دايما وجد وتيتا ونطلع على البحر واحنا معانا البانيه والمكرونه يا سلام الحاجات اللي كانت اساسيه دي، كان كله يعني اشتقنا قوي الايام دي بجد. وناخد الاكلات واحنا رايحين والالعاب بتاعتنا ونبقى قاعدين فعلا تحس ان احنا قاعدين في بيتنا، او احنا قاعدين يعني مش بنمثل. دلوقتي الساحل الشرير بقينا فيك وبنتجمل ولازم نبقى لابسين مش عارفه ايه وقاعدين فين وقاعدين ازاي وشكلنا عامل ازاي ولبسنا عامل ازاي. فالمظاهر ازازه الماء ب 250 جنيه يا خلود. المظاهر بقت هيا شيف. ايوه حاجات لا حاجات وعره هناك قوي يعني. دي لو ميه زمزم مش هجيبها من هناك. ميه زمزم بيوزعوها ببلاش. ايوه والله بجد. ايوه بيوزعوها مجانا، انما ده كلام. هناك المستوى عالي جدا جدا يا جماعه، واحنا يعني ما وعلى فكره يعني المستوى هناك مش متوقف برضو على الناس اللي هي اللي معاها فلوس بزياده، لا في ناس
بيكون مستواها عادي جدا او متوسط وتلاقيها لا مقبله على انها تروح وتقعد مع الناس دي وتشتري وتبقى فيك وتظهر قدام المجتمع ده لا اللي انا عايشه عشاكه. فالموضوع اصلا بقى مرهق نفسيا بقى يعني. حتى ناس كتير بقى تقول لك لا انا ما بقتش بحب اسافر الساحل، اسعار مبالغ فيها بشكل كبير. الريسكه ب 900 جنيه بعد غير الميه، في عايش هموت واقولها بس اسعار مبالغ فيها، غير ايجار الشاليهات، غير الاكل والشرب، وطول ما انت قاعد على البحر عايز تلبس لبس معين عشان الناس مش عارف ايه. فلا الموضوع هناك صعب جدا. عايزين بس نشوف دلوقتي يا شيف، ممكن توضح لنا نبدا بايه اصلا يا شيف؟ انا هبدا ان شاء الله بالكبده الاسكندراني، ان شاء الله اقطع في فلفل مع بصلايه مع فص ثوم، وبعد شويه كده ايه يتبلوا واروح نازل بالايه بالكبده على طول، وبعد كده ملحها واروق عليها يعني ان شاء الله اظبطها. تمام، تسلم ايدك يا شيف قبل ما ناكل يعني. احنا عارفين الله يكرمك يا ست الكل، تسلمي. والله الموضوع المصايف ده يعني انا بقول لحضرتك هو موضوع جميل جدا، بس يعني في ناس زي ما انت بتقولي كده من اللي هم اللي على قد حالهم زي حالي كده يعني بيحبوا يكلفوا نفسهم ويروحوا يشوفوا الاماكن اللي هي الجديده دي كده وبتاع اللي هي الناس الهاي وبتاع وكده. فطب ليه ما كل يعني شخص مثل على قد امكانياته؟ لا هو كل برغوت على قد دمه. ايوه يعني سوري في اللفظ يعني. لا هو كل شخص على قد امكانياته، ومفيش يعني اي مشكله ان احنا نروح نسافر مع عائلتنا وهنكون مبسوطين، لان اصلا احنا واحنا صغيرين يا اخوانا ما كناش بنكون مبسوطين غير هو بالنسبه لنا، بس احنا بنسافر عشان نشوف البحر ونجيب ايس كريم، نسمع البوم مش نروح حفله عمرو دياب، لا واحنا بنسمع البوم عمرو دياب. والحفلات هناك بقت يعني كل يوم لازم كذا حفله ونسمع، والاسعار بقت صعبه يعني. نسمع ارقام خزعبليه 30,000 جنيه 25,000 جنيه 7,000 ايه يا جماعه حفله ايه اللي اروحها بالارقام دي يعني. فالمصيف المفروض يعني ان هو فتره احنا بناخد بنفصل فيها عن الجو، نغير جو ونطلع من المود اللي احنا فيه. لا بقى دلوقتي بيعمل علينا عبء ان انت مش عارفه انت عايزه تطلعي وعايزه تضايقي الناس الثانيه وعايزه وانت ممكن تكون امكانياتك مستمحلك بكل الكلام ده. فبقيت بشوف ان هو لا بيعمل عبء كبير على المواطن البسيط والمتوسط كمان يعني. لا وبعدين في حاجه يا خلود بقى ظهرت دي مضحكاني قوي بصراحه، العربيات الكية هناك مش موجوده، فاهم؟ بعد الساحل الشرير ده رانج روفر لو رحتي فاهمه انت راكبه توك توك مثلا ليه رانج روفر مش عارف ايه فراري والارقام كلها، فالواحد بيحس يعني ان هو ايه ان هو غلبان قوي رغم ان هو لا مفيش حاجه يعني. طب انت على فكره لو انت بتوفر معاكي فلوس بزياده تشتري مثلا حاجه في الساحل ب 100 مليون ولا ب 120 مليون زي ما بيقولوا كده؟ هو اكيد لو ده تبذير اوفر الصراحه، تبذير اوفر، بس لو متوفر هجيب، بس برضو هعمل حساب ان في ناس تانية اصلا ما بتكونش يعني معاها ان هي تتغدى في يومها او يعني ان هي ايوه الساحل الشرير يا دكتور. هروح انا حرف ايه انا بروح فعلا الساحل الشرير وبرضو بروح الساحل الطيب، بس يعني هو الالطف ان انا طبعا اكون معايا اكون انا مرتاحه واكون حاسه ان انا مبسوطه، مش فكرة بقى ان انا اروح ولازم اكون عايشة مع ناس هاي لا اهم حاجة ان انا اكون مبسوطة وانا مع اهلي وحاسة بدفء وحاسة ان انا مبسوطة ودي اهم حاجة. لكن لو معايا اكيد هجيب، بس برضو هعمل حساب ان في ناس تانية ايه يعني هبقى برضو يعني حتى في اعتقادي ان انا لازم اكون مرتاحة وانا بعمل كده، اكون مدية الناس يعني. وبرضو عايزة اقولك على حاجة برضو، هو المصيف عمره ما كان برضو بالمكان او بالشكل او بالمكان اللي انا قاعده فيه او بالاكل اللي باكله باللمه. المصيف طول عمره معروف ان هو باللمه الحلوه وان انت قاعد مع قرايبك ولا شيف. احنا ممكن أيوة نعرف شيف، هو انت حطيت على الكبده توم صح؟ ايوه عشان كده الريحه طلعت هنا صح؟ ايوه لا انا شفتك كنت بتحط التوم. ايوه وريحه برضو ظهرت بسم الله ما شاء الله يعني. حطينا بعد الفلفل والبصل كبده اسكندراني. ايوه ان شاء الله دي كبده اسكندراني يعني. بس انا قطعها بقى ايه ممكن 5 سندوتشات كده ليا في الاخر. عينيا كل السندوتشات يا ست الكل. لا بهزر انا عامله دايت. لا والله خلاص اشربي عصير بقى النهارده ان شاء الله. والله المصايف دي يعني بتبقى حاجه جميله قوي مع العيله. بتجمع بقى العيله كلها مع بعض كده بقى، وابن خالد ده وابن عمك ده وكله بقى يعني ايه بتبقى يعني صحبه، وممكن ناس في المنطقه كلهم بيتجمعوا مع بعض بقى كده،
فتبقى فرصه بقى ايه للتعارف بقى اكتر كمان يعني. يعني الناس بتقلب بس ما بقاش يا شيف زي زمان يعني. لا ما بقاش دلوقتي بقت اقليه قوي اللي تلاقيها بتسافر مع اصحابها وقرايبها. دلوقتي بقى بيخبوا على بعض ويداروا على بعض ونعرف في السوشيال ميديا. كل واحد يحس ان هو يعني خلاص يعني. طالع مصيف بقى يعني اللي ما حصلش يعني. كان زمان فعلا في لمه وفي تجمعات والناس بتحب يعني ناس ممكن تاخد تسافر مع جيرانها مع ولاد خالد مش عارفه مين اللي هي القرابه من بعيد. لكن دلوقتي لا بقى كل واحد بيخاف جدا من الحسد ويقول لك لا انا سافر لوحدي انا وعيالي مالناش دعوه بحد. وبرده في برده حاجه بس ليه انبساط كده يا اخويا يعني ايه انبساط ان انا اخبي واكون رايحه لوحدي. خلاص احنا بقينا بقى فيك بقى بنزيد كل حاجه يعني. لا طبعا كانت احسن حاجه ان احنا نروح مع بعض ونلعب بقى الالعاب اللي كنا بنلعبها ونقعد ونأجر عجل ونسمع البوم الفنان عبد الجبار. العجل ده في القناطر بقى ايام زمان قوي ايام الابتدائيه في القناطر الخيريه دي بقى كنا بنروح نأجر عجل بقى ونأجر بقى ايه وكنا بناخد كلنا كل واحد ياخد له مثلا على العجله دي 3 4 انفار ونقعد نعمل شغل على العجله الواحده. على العجله الواحده اللي هي العجله على العجله دي صح. ما بعرفش اسوق غيرها فظيعه فيها. لا لا بس دلوقتي برضو في حاجه بلاقيها بشكل ملحوظ جدا الاطفال يعني من سن مثلا 12 سنه وانت طالعه لغايه مثلا 18 مثلا دول بيسموا في سن المراهقه بقوا دلوقتي متطلباتهم اصلا في ساحه سكرين في الساحل اللي هم الاندر ايج دول تلاقيهم لا يعني الواحد ما كانش عايش يا جماعه الواحد ما كانش ما عداش بالمرحله دي. عندهم طلبات وراكبين منهم راكبين عربيات ومصاريف مش عارفه ايه وعايزين يلبسوا براندات وبتاع ف لا المصيف يا جماعه مش كده خالص الواحد عايز يروح يطيب كده ايوه شفت التكه دي طب شفت الحركه دي ورينا شويه لا لا اسمر بقى وشويه كمون خلوا الدنيا هنا ايه دمار والله يا شيف انا والشيف ودي بقى سنه ملح صغيره كده اهي شفت بقى حطينا فلفل اسود وكمون هو المفروض ادي سنه خل صغيره بقى بس انا كده انا غسل الكبده قبل ما اطلع هوا يعني زي ما اديها خل وعصر عليها ليمونه وبتاع يعني ايه عشان الزفاره والحاجات دي. ايوه يعني. ايوه طب يا شيف لو حد عايز مثلا يعمل وجبات مثلا وطالع على البحر او كده طبعا في الساحل الطيب الناس دي بتروح الشديد هو افضل شيء السندوتشات سيبك بقى زي ما الاخت ذكر قالت مكرونه بقى بشاميل ومحشي بقى والناس تاخد الحلل والكلام لا ايه السندوتشات والله ماما كانت بتعمل لي مكرونه وبانيه والله ايوه حاجات خفيفه بقى السندوتشات دي خفيفه كل شويه يعني ينفعش ناخد محشي؟ ما ينفع امينه شلبايه لو سمعتي يا راجل ينفع ينفع تاخدي محشي وكل حاجه انا بقول السندوتشات حاجه خفيفه ولذيذه وغير مكلفه وبتشبع يعني انت كده هتنزل 10 دقايق ولا ربع ساعه ولا نص ساعه البحر هترجع جعان طب تنزل وترجع جعان اه تاخد لك ايوه سندوتشين ثلاثه وتظبط بيهم على كوبايه جوس عصير يعني ولا حاجه ساعه ايوه بعد كده بتروح في الانجليش لا انا بقى على قدي بقى انجليش مين بقى انتوا الخير والبركه يا حركات وتكاتو يا تكاتو يا طشاط واهم حاجه الطشه دي ايوه بقى طشه ايوه ايوه سمع الطشه بقى في الكبده اللي هي مش بتبقى بالخضار دي بتبقى تقريبا بتوم بس هي في كبده بتوم بس انا بحب يعني ايه ادلع الحاجه شويه تدلع نفسك ايوه ادلع الحاجه شويه بحيث ان الواحد يجي ياكل كده يحس بطعم غريب طعم لذيذ مش اي حاجه يعني شقلب وقلب زي ما بيقولوا لا ادي الحاجه اصولها احنا مش بتوع شقلب وقلب ايوه شيف ماهر ملوش في الكلام ده يا جماعه الله يخليك يا ست الكل الله يبارك لك اهو ده السوسيس اهو داخل على سوا اهو وهعمل نوع سوسيس برضه تاني بالفلفل والبصل هروق عليه برضه زي ما مروق على الكبده كده ان شاء الله ان شاء الله تمام طيب الوجبات دي يا شيف ممكن تقعد معانا كام ساعه على البحر مثلا من غير ما تبوظ او تحصل لها حاجه او كده هو السندوتش عامه ما يجرمش اي حاجه يعني كده عشان بيبقى فيه حر درجه حراره عاليه ماشي درجه حراره عاليه بس هي لحوم تعملي ازاي يعتبر انت منشفاها منشفاها على الاخر اهو شوفي السوسيس اهو نشف خلاص اهو اما تحطي يعني سندوتش زي كده ولا صباع سوسيس في السندوتش شغله اي حاجه ممكن يقعد معاك 10 ساعات يعني مش ان هي بقى ايه انما حله محشي ساعه والتانيه تبص تلاقي الايه الصلصه اللي فيها بقى اشتغلت والبكتيريا بقى اشتغلت تاكل على طول ايوه لا هتتاكل فين وانت ماشيه كل على البحر قبل ما نمشي ايوه لكن لا الاكلات دي بتقعد يعني ممكن تقعد
فترة كبيرة على البحر. تقعد ايوه تقعد معاك زي ما انت عايزة. السندوتشات لما تبقى منشفاها كده كويس يعني شوفي، كان الاول تحس ان في شوية طبقة زيت كتير، دلوقتي ابتدت ابتدت تبدا تنشف. كل ما تنشف معايا كل ما تبقى احسن، كل ما ايه ما البكتيريا ما تشتغلش فيها ايه بسرعه. انما لو فيها بقى ايه طماطم ماده دهنيه كتير مش عارف ايه الحاجات اللي هي بتشغل الايه البكتيريا. يعني ازاي ما تقعدش كتير يعني. ما تقعدش كتير في ايه تضرب طب بسرعه. طب والعصاير برده يا شيف برده ما اعتقدش انها بتقعد كتير برده. لا العصير على طول ده يعني لا بس يعني لو برد لو عمل ممكن بيسخن اصلا كده كده بسرعه، فالعصير لازم يتشرب وهو ايه بارد. ما ينفعش انا وانا عامل عصير عشان افرج عليه الناس ولا عشان اشربهم عليه. لا نفرج احنا نشربه على طول. على طول صح ولا غلط وهو ايه سائع. فربنا كريم ان شاء الله ونشوف ال نروح جمصه كده ولا حاجه. شوف عايزين على جمصه خلاص يا جماعه ان شاء الله، ولا العين السخنه ان شاء الله. بس حتى العين السخنه دلوقتي بقى فيها كده وفيها كده. ايوه يعني كل مكان بقى فيه الناس الطيبين اللي زينا والناس اللي مش طيبين كده. الكبده ايه داخله على سوا ان شاء الله زي ما انتم شايفين اهو، حاجه تفرح بالصلاه على النبي ان شاء الله. وبعد كده ايه هطلع بالسوسيس دوت، هجيب طبق بس بعد اذنكم. اتفضل. فالساحل انت يا ذكر من الساحل الطيب ولا من الساحل الشرير؟ انا بروح ده وبروح ده بصراحه يعني، بس انا ايه اللي بحبه اكتر؟ انا هموت واروح الساحل الشرير. انا بحب الساحل الشرير بصراحه بقى، خايف من المجتمع. في حفلات ودول بس والله. لا يعني هنا يعني الموضوع هنا حلو وهنا حلو بس برضو وفي الاخر ما فيش حاجه اسمها يعني، احنا برضو كلنا مصريين في الاخر طبعا، ويعني مصر معروف بجبروته وقوته فيعني لا طبعا كلنا مصريين في الاخر. ف بس طبعا دي حاجه ليها طعم ودي طبعا ليها طعم. بس انت بتتكلمي مثلا في اسعار فلكيه بين ده وبين ده، يعني انت مثلا لو جيتي اجرتي يوم مثلا في الساحل الطيب مثلا ممكن يبدا من ستارت مثلا اللي هو بعيد شويه ستارت مثلا 400 جنيه. لو جيتي اتكلمتي في ستارت مثلا من الساحل الشرير مثلا 2000 ونص 3 ده بيوصل بقى لاربعه وخمسه. انت مستوعبه يعني ايه تروحي تقعدي يوم بمثلا تصرفي 5000 جنيه ايجار بس؟ لا ما هو كل واحد بقى على قد ما قدرته يعني، كل واحد وعلى قد يعني مستطاعه يعني بالظبط، على قد المستطاع بتاعه بالظبط يعني. محدش يضغط على نفسه عشان خاطر يكون يعني احنا رايحين نغير جو ننبسط، مش عشان خاطر نضغط على نفسنا. ما ينفعش انا تبقى مستوايا مثلا يعني كده واروح مثلا الاماكن اللي هي العاليه دي يعني الاماكن العاليه دي حتى يعني معلش سوريا مش هقول بقى لبسي بقى وشكلي وبتاع هم كلنا ولاد ادم، حواء وادم احنا ولاد تسعه كلنا طبعا. كلنا بشر الحمد لله. بس هي بقى بتفرق بقى ايه في التعامل، ده عايز بقى ايه يعيش دور هاي ومش عارف ايه وكده. احنا بنعرف نقول الحاجات دي برضه خلي بالك. ايوه لا ده انت اديتي واحده جوز هنا. الله يخليكي. اوعى الطشه الجامده دي. الله. ده الله. شويه بصل بقى بنعملهم عشان ايه طبق السوسيس اللي انا قلت لكم عليه. ممكن نعمل ايه افكار ثانيه غير الكبده والسوسيس عندي برجر انا دلوقتي برضه. ما احنا هنعمل برجر يعني انا مش عايز اقول لكم بقى جبنه ولانشون ومش عارف ايه سندوتشات المدارس دي ان شاء الله نعملها قبل المدارس. طبعا يعني فاهميني ازاي ان شاء الله هنعملها قبل المدارس. الحاجات دي بتتاكل ولذيذه وكده، بس هي عامه الواحد زي ما بقول لك كده في البحر الواحد بتبقى جعان محتاج يطلع جعان فعايز بروتينات. محتاج بروتين ايوه. اديله جبنه ولا اديله كبده ولا اديله زق ولا اديله سوسيس ولا اديله برجر؟ الحاجات دي حلوه يعني ايه حلوه وخفيفه في نفس الوقت، هياكل ويشبع وينبسط وينزل تاني البحر ويرجع ياكل. هنجيب يعني بقى نعمل كميه بعد كده. لا مش كميه، ما يعني هتجيبي لي بس يعني نص الفرن كده وانت رايح. حد عايز يقلب ولا يعمل اي حاجه معايا كده؟ انا ممكن اساعدك يعني لو حضرتك حابب يعني ممكن مساعدة. نضرب حاجه في الخلاط. انت كنت استاذه امال ايه صلاه النبي. هي بقى استاذه وبتطبخ كمان احسن يعني. والله طب اللهم صل على النبي. هي بس خايفه على المانيكير. لا 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 انا فعلا خايفه على ريحه شعري. اعمل ايه بقى انا؟ قول لي على حاجه يعني اعملها وانا اعملها. مش ترد قلبي السوسيس بال وقت الخيارات دي باكلها. لا 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 اقلب بده الايه؟ لا في معلقه اهو.
طيب مش معلقه ايه صغيره اهي شغاله. طب قلب بقى جدا. ده طبق بقى ايه سوسيس. انت خدت بالك ان انت شرحت لها تقلب ازاي ورحت انت مقلب. بيتقدم بالنسبه لينا احنا بنعمله في الفطار في الفندق، بنعمل الطبق ده بنعمله طبعا في اسفنديش بتابع اوبن بوفيه او بتاع بنعمل طبق الفطار. خلي بالكوا يعني مش ممكن بتبقى كبده برضو وفيه سوسيس طبعا وكده يعني وجبن وحاجات ومربات وكده، بس برضو يعني ايه من اللحوم اللي هي الايه السوسيس والكبده ده اساسي في البوفيه. بس دلوقتي يا شباب بيحطوا الجبنه على اي حاجه، يعني ممكن السندوتشات دي نعمل عليها جبنه ولا لا؟ هو انا شفت جايب جبنه اهو، انا جايب جبنه اهي احطها على الايه البرجر. على البرجر ايوه. معانا ناديه. اي ناديه حاولي تكلمينا تاني يا ناديه. هي لحقت ايه السرعه دي ناديه؟ عشان خاطر بشوف الجبنه دلوقتي بتحط على اي حاجه، يعني ممكن احطها على السوسيس مثلا. عادي تتحط على السوسيس، ايه المشكله؟ مفيش حاجه، هتدي تيست عالي جامد معاكي قوي. بس المفروض لما نحط بقى الجبنه ما نزودش في الملح. في الملح. معانا احمد. يا سلام يا سلام أحمد. عليك. السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا بيك. اهلا بيك يا فندم. اهو منورنا، اتفضل علي صوتك شويه. والله العظيم انا بشكركم على البرنامج الجميل ده. ربنا يخليك يا احمد. بشكر حضراتكم على البرنامج الجميل ده. و الاسبوع اللي فات خليت المدام عملت المكرونه السوسته، بصراحه طلعت جميله. تسلم تسلم يا ابو حميد، الله يبارك لك الله يبارك لك يا باشا. مش محتاج تسال الشيف في حاجه يا احمد؟ كنا عايزين بس طريقه الشاورما الفراخ. تمام تمام، شاورما فراخ. شاورما فراخ والكفته الفراخ. اوكي معاك معاك ان شاء الله. بشكر الشيف على الحاجه الجميله اللي هو مقدمها لنا النهارده دي. الله يكرمك. يعني عندنا الولاد وهم في المصرف بيتبسطوا من الحاجات الخفيفه والجميله دي. الله يكرمك، تسلم تسلم يا ابو حميد، ربنا يبارك لنا فيك يا باشا. ومن عينيا هقول لك على الحاجات اللي انت قلت لي عليها دي. حاضر حاضرين يا باشا، تأمرني تأمرني يا باشا. بشكركم والله على البرنامج الجميل ده. ربنا يخليك يا احمد، وتابعنا دايما بقى. احمد قفل. هو كان عايز كفتة الفراخ. كفتة الفراخ وشاورمة الفراخ. ممكن نقول له بقى الطريقة. هو شاورمة الفراخ دي بنجيب الصدور بتاع الدجاج او الفراخ، يعني الدجاج ده سعودي احنا. خلينا في الفراخ. خلينا في الفراخ. ايوه، وبنشرحها شرايح رفيعة جدا زي البانيه كده، ولها مارينيه معين بتقعد فيه 24 ساعة. المارينيه المعين ده بصل بقى وتوم وبتاع، وفي شاورما بصل وتوم وايه تاني؟ وكل بصي يعني الشاورما دي عامة عايزة جميع البوكيه جرنيه. نحط بهارات ونسيبها فيها 24 ساعة. معاها بقى في بهارات شاورما طالعة شغالة بتبقى حلوة جدا، بتقعد 24 ساعة. معانا وفي تكة. اتفضلي يا ست الكل. تليفوني معلش يا شيخ. الو. ايوه منار. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي. ازيكم، منورين الدنيا كلها حبيبتي. بنورك. تسلمي. بنورك والله العظيم، الدنيا كلها منوره بيكم. تسلمي يا حبيبتي. والشيف منور الدنيا كلها. الله يكرمك يا ست الكل. تسلمي والله العظيم. حرمش. احسن حاجه بتعملها والله. ما تحرمش، احنا لسه بنسمي الله اهو. احنا بنسمي الله وبنقول يا مسهل الحال يا رب. انت احسن شيف على مستوى العالم كله ان شاء الله. تسلمي، الله يكرمك. ربنا يبارك في عمرك. الله يوفقك الله يوفقك يا رب. يخليك يا غالي. نعم، قولي لنا بقى بتعملي ايه على البحر بقى؟ بتاخدي سندوتشات ايه على البحر؟ ايه الاكلات اللي بتحبيها المفضله ليكي؟ العصاير، كل حاجه والله الشيف بيعملها دي برضو جميله وزي الفل والله. ان شاء الله كل حاجه بيعملها نعمل زيها باذن الله. ان شاء الله. مش عايز تسالي الشيف اي حاجه؟ هتقلدينا يعني ولا ايه؟ ان شاء الله كل حاجه زي ما انت بتعمل انا هعمل زيك ان شاء الله. الله يخليك يا باشا، ده شرف لينا. ربنا يبارك لك يا شيف. الله يبارك لك. الله يخليك. حابة تسألي الأساتذة في أي حاجة؟ ماشي، صرفنا برضو. عايزة تسألي الشيف عن حاجة معينة؟ أنا أسألك أنت، أقول لك إني أحسن برنامج شفته والله حبيبتي. والله ده من ذوقك والله. تسلمي يا منار، شكرا ليكي جدا. طب احنا عايزين بس نرجع معانا نادية. هناخد نادية ونرجع لكلامي. أهلا يا نادية. ألو. أهلا بيكي. ألو، ازيك يا استاذة؟ الحمد لله، انت عامله ايه؟ الحمد لله حضرتك، تحياتي لحضرتك وقصه البرنامج والشيف الجميل اللي معاكي والاستاذه الجميله اللي معاكي. تسلمي يا حبيبتي. تسلمي يا رب. الله يكرمك.
انا بشكركم على الاكلات الجميله، بشكر الشيف على الاكلات الجميله دي. الله يخليك يا ست الكل. وليا طلب بس عند حضرتك. اتفضلي. عايز اعرف بس من حضرتك طريقه عجينه الكانيلوني، عشان خاطر دي برضه بتنفع في المصايف. عينيا. ايوه صح كلامك سليم صح. تسلم عينيك. وفي حاجه كمان عايز اقولها. اتفضلي. في موقف بقى كده يعني حصل لي، فكرتونا بايام المصيف وكده. في موقف ان انا كنت على البحر انا واولاد خالتي واولاد عمتي وكده، وبعدين عدى واحد فاشترينا بطيخ. ايوه. فخالتي قالت ايه خدوا البطيخ ده ودوه ايه العشه، احنا كنا يعني راس البر هناك بيبقى المكان اسمه العشه. انا بحبها. ايوه ايوه طبعا. كنا في شارع بقى ايه 101 ده، شارع واسع جدا والاسفلت، وكنا في عز الظهر، وخدنا البطيخ انا وبنت خالتي ومشينا حافيين زي ما احنا قاعدين على الشط حافيين. فمشينا بقينا في نص الطريق بينا وبين الشط مسافه، وبينا وبين العشه مسافه، بقينا ننط عارفه بقينا ننط من الارض، يعني كانت العادة كانت يعني بتلسوعنا بتلسوعنا. ايوه ايوه بينا وبين ننط والناس تبص علينا، والله واحد خلق خرطوم ادانا الخرطوم بينا نكب على رجلينا. والله الموقف ده يعني بص بقى له كام سنه بس يعني ما نسيتهوش. هي مواقف المصيف دايما كده ما بتتشالش من ذاكرتنا. واشكركم يا جماعه. بشكرك جدا يا حبيبتي. احنا بنشكرك جدا ونورتينا، ويا ريت دايما تكلمينا. احنا عايزين نعرف بس قبل ما ناخد معانا عايزين نعرف هو حط ايه هنا بسرعه؟ جبنه صح؟ حطيت جبنه سنه جبنه كده عشان ايه؟ يعني ظبط التست بتاعه. تمام. فاهمين ازاي؟ هنتوصل. ايوه شفت؟ اي خدمات. اميمه معانا. الو الو مساء الخير. مساء النور، اهلا بيكي. ربنا يخليكي يا رب. عايزه اذكر الشيف على الحاجات الجميله اللي بيوصينا بقى على المصايف والحاجات الجميله دي. حبيبتي. تسلمي يا ست الكل، الله يكرمك، الله يخليكي، ربنا يبارك لنا في حضرتك. وصحه للاولاد وكده. تسلمي. تحبي تسالي في اي حاجه وانا تحت امر حضرتك. ربنا يخليك. او تسالينا في موضوع الحلقه النهارده. موضوع الحلقه النهارده عن المصايف يعني كده. ايه الحاجات اللي انت بتحبي، الاكلات اللي بتحبي تاخديها معاكي المصايف؟ بنعمل زي ما حضرتك ما بتعمل كده، سندوتشات البنيهات والكبده والحاجات المفيده يعني للاطفال. دي بتبقى احسن حاجه فعلا. بتبقى اسهل حاجه. بتبقى سهله وسريعه، وبتبقى برضو يعني تنفع بقى ان احنا ناكل وننزل البحر وكده. صوتها بعيد قوي، انا مش سامعه. هو ليه الصوت واطي؟ الصوت واطي قوي. الصوت واطي شويه، ممكن لو نقدر نعلي الصوت بس عشان خاطر بسمعهم بصعوبه جدا. لو مش معانا مدخل. ميرسي يا اميمه جدا، وتقريبا حاولي تكلمينا مره ثانيه، الخط تقريبا شكله فيه مشكله. طب احنا كنا عايزين بس نكمل طريقه الشاورما دي، وكان في حد طالب حاجه ثانيه احنا ما قلناهاش. الكانولي اللي هي الست بتاع المصيف بتاع الرجلية ايه دي؟ كلاسوان. الرملة. ايوه. الشاورما بقى بنبيتها 24 ساعة في المارينيه بتاعها، وبعد كده بنبدأ نشكها يوما بقى ايه في شاورما السريعة اللي هي بقى ايه عاملة زي الفاهيتا كده. ايوه. يعني بقى ايه بنديها بصل وفلفل الوان نفس الطريقة بتاع الايه؟ الهوت دوج. تمام ازاي؟ بس بقى ايه بتبقى فيها بزيادة الدجاج أو الفراخ اللي هي ايه؟ ايوه. التكه اللي قلت لك عليها بقى قبل كده ما قلتلكيش، انا قلت لك اقول لك على تكه. في بقى ايه عارفه الماريندا البرتقال؟ لما تديها بقى سنه مع الشاورما الدجاج دي بتخلي التست بتاعها في التتبيله 24 ساعه. ايوه بتخلي التست بس صغيرين يعني. ايوه بتخلي التست بتاعها جبار قوي يعني. بتبقى حاجه حلوه صراحه. ماريندا برتقال بتعلق. ماريندا برتقال مع التتبيله بتاعت الشاورما الفراخ. ايوه. بنحطهم بنقطع الفضور وبتتحط 24 ساعه. 24 ساعه. وبعد كده بتتعمل ازاي بقى؟ بيكون زيت وكده على الفور. لا ما انا بقول لحضرتك بقى دي السيخ بقى، دي بتقطيع السيخ اللي هي الشاورما. انا بقول لحضرتك بقى الشاورما السريعه اللي هي ايه ماشي حالك دي، يعني زي مثلا السيخ كده، يعني اقطع بقى ايه بصل وفلفل وبتاع مش عارف ايه، وانزل بقى اكتر الدجاج، بس لازم تكون برده متمرننه يعني متبله كويس. ايوه متبله كويس. اي اسئله ثانيه؟ هي كفتة الفراخ. قال لي كفتة الفراخ بقى دي برضو بتاخد لها صدور وراك. الوراك بتبقى حنينة سنة صغيرة عشان تدي معاها عرق فين؟ في الكفتة نفسها، عشان لما اجي اشكها على السيخ او اعملها. وبعدين بيكون فيها دهون برضو.
في بقى يعني انا في الجلد ناس بتشتغل بالجلد، في ناس ما بتشتغلش بالايه بالجلد، بس هو يعني ايه سنه الجلد تبقى افيد بدل الدهون اللي هي ايه اللي هو البوش اللي بيتحط على الكفته اللي هي الايه اللحمه. بعد كده بديها سنه بصل، ممكن لو حد حابب يحط فلفل شغال تمام ازاي. بدخلها المفرمه كلها اللي هو الصدور مع الايه مع الورق. بدخلها المفرمه، بعد كده بقى ايه بديها سنه البصل وسنه الايه البهارات بتاعتها، واروح نازل بيها فين في المفرمه. بعد كده بنزلها بقى، لازم افرزها من اقل حاجه مثلا. تمام يا شيف، هنعملها في الايه اخر حاجه عشان المفرمه هنزل بالمفرمه بيها، فاهماني ازاي؟ بعد كده هتنزل معايا، هتنزل سايح شويه، هدخلها الديب ليزر تشد معايا شويه بحيث طيب ان ما دي تعمل معايا ايه معايا عرق كده. احنا دول هنعمل سندوتشات صح، هنطلع فاصل بس صغير جدا وارجع لكم تاني، استنونا ما تروحوش في اي مكان. ورجعنا لكم تاني ولسه مكملين الحلقه معاكم ببرنامج هو هي. النهارده معانا الشيف بيعمل لنا اكلات بتاعه المصيف، سندوتشات كبده وبرجر. احنا عملنا سندوتشات الكبده. تمام، احنا كده خلصنا السندوتشات الكبده. الشيف دلوقتي بيعمل لنا عصير، بتعمل لنا عصير ايه بقى يا شيف؟ عصير مانجو. ايوه مانجو. حطينا المانجا وبعدين البرجر خلاص خلص. حطيت مانجا قطعتها طبعا. تمام. كده كده كنت مقطع شويه، قطعتهم في خلال الفاصل ونزلت بيهم مع سنه سكر صغيره على اساس برضه المانجا اللي انا جايبها دي فيها ايه سنه سكران عسلان اي حاجه يعني، مع ميه بارده او تلج يعني. التلج بيبقى حلو في العصير اكتر. ايوه بيدي ايه يعني تيست عالي التلج ده. أيوة. ولا ما بيديش تيست؟ ما بيديش، بيدي بروده صح ولا ايه؟ بس تحس ان هو بيركز العصير اكتر. أيوة. عن الميه يعني، الميه بتخليه لا الميه بتخليه طبعا يعني ايه سايب شويه سايل يعني، فاهماني ازاي؟ انما التلج بيخلي الايه قوام العصير متماسك. طبعا. ايوه ده اللي بتكلم فيه اهو كده اهو. بس مش بحب المانجا تتضرب كتير يعني، كفايه كده بقى. هي انا بشربها لا فيها قطع صغيره لكن كده كويس كده ايه بالصلاه على النبي. شويه مانجا اديني. نعمل بقى كوبايه هنا مانجا. مانجا نيه احلى مانجو اهو. بسم الله. معانا اتصال تليفوني. الو. الو السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا بيك. ازي حضرتك يا فندم؟ الحمد لله تمام. مع حضرتك نصر من الهرم ان شاء الله. اهلا بيك يا استاذ نصر. الله يخليك يا فندم، والله برنامج جميل قوي والله يا شيف ماهر، منور الدنيا كلها والله. الله يكرمك. تسلم يا نصر، ربنا يخليك. الله يخليك يا فندم. بعدين حضرتك يا شيف ماهر عاوز بس نوعين بس حضرتك تعمل تقول لي مكوناتهم كده وطريقتهم. تأمرني تأمرني يا باشا. عاوز بعد اذنك الشركسية. ايوه. ولا تشيز رافيولي. عناية عناية. حاضر يا فندم. حاضر يا باشا. عناية. ماشي يا باشا، وبرنامج جميل والله، وانت منور الدنيا يا شيف ماهر. الله يكرمك يا استاذ، دايما متألق والله. تسلم يا حبيبي، الله يبارك لك. حبيبي يا فندم. الله يخليك. عناية. حاضر. عناية. ماشي يا شيف ماهر. ماشي يا باشا. اتفضل. معانا عمرو. الو عمرو. طيب في مشكله في الاتصال. الو. ايوه يا عمرو. الو السلام عليكم. السلام. يا شيف حبيبي يا شيف، الله يكرمك. تسلم، ربنا يفرحك يا رب. سؤال صغير جدا 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 جدا. تأمرني. بس بعيد خالص والله عن يعني جو السندوتشات ده، بس هو جميل طبعا. بس كنت اسالك، كنت عايز اعمل الكوسه بالبشاميل، بس يعني الكوسه دي بتتشوح الاول ولا بتتحط نيه عادي في البشاميل؟ ايوه ايوه عينيا. حاضر حبيبي، ربنا يبارك لك يا رب. تأمرني يا باشا. تأمرني تأمرني على اي. حاضر. الكوسه بالبشاميل عادي، بيقول لك بتتشوح ولا بتتحط نيه. والله في لها طريقتين، في ناس بتاخدها سوتيه كده ايه على في الطاسه، وبعد كده بتنزل بيها مع اللحمه المفرومه مع البتاع. بسم الله. مع اللحمه المفرومه والصوص البشاميل، وبتنزل بيها وبتبقى حاجه بسم الله ما شاء الله 10 على 10 يعني. يعني لها الطريقتين يا استاذ ناصر. الطبيعي الرول. الرول البشاميل اللي احنا بنعمله عادي. تمام، احنا كده بنعمل عصير الجوافه. ايوه. هنزل بقى ايه سنه سكر. معلش يا جماعه احنا يعني ايه
بنسمي الله كده في بداية يعني البرنامج. بعد كده ان شاء الله تبقى فيه معدات وفي حاجات حلوه كده جميله ان شاء الله. يعني طبعا مش هحط بالكيس كده، تبقى فيه بوله احط بيها بتاع كده على طول. ايوه صافي هاجر. لا سي جوال معانا محمود. معانا محمود من الجيزه. السلام عليكم. عليكم السلام. اهلا يا محمود. ازيك يا فندم؟ ازي حضرتك؟ منورين. ميرسي بنورك والله يا محمود. والله انا كنت بس صراحه البرنامج احب اشكركم على البساطه بتاعتكم. مستمع بتقول ايه يا محمود؟ بيشكرنا على البساطه. احب اشكركم على البساطه بتاع البرنامج يعني. ميرسي يا محمود، ده يعني ده يعني حاجه من جواك. احلى حاجه البساطه يعني. يعني مشيف ماهر منور الدنيا. ازيك يا شيف ماهر؟ الله يكرمك يا استاذنا، الله يخليك. معلش بقى يعني احنا لسه بنسمي الله في البرنامج. أيوة بتاعنا، فما عندناش معدات وبتاع. ان شاء الله يعني الدنيا جايه معانا ان شاء الله يا استاذ محمود. اكيد طبعا ان شاء الله. ان شاء الله بيتكلم يا شيف. الناس بتقول علينا احنا بسطاء يا شيف ماهر. اه طبعا البساطه اهم حاجه. اهم حاجه البساطه. ايوه اهم حاجه طبعا. هننزل بقى ايه فين ال احنا كده هنعمل عصير ايه تاني؟ اول ما انا بسال حضرتك هنعمل كده ليمون. ليمون بالنعناع. ايوه ليمون بالنعناع اهو. معانا اتصال تليفوني. الو. الو سيف. ده استاذ خلود. اهلا يا استاذ سيف. عامله ايه يا باشا؟ اخبارك؟ الحمد لله تمام. الله يخليك. انا بحيي الشيف ماهر. اهلا وسهلا يا باشا. الله يكرمك. الله يخليك. الله يكرمك. الله يخليك حبيبي ماهر. الله يخليك. والله انت نورتنا بجد والله. عايز طريقه الفراخ المشويه. عايز طريقه الفراخ المشويه؟ طريقه الفراخ المشويه في الفرن ولا على الفحم؟ لا مشويه على الفحم. على الفحم. عينيا. حاضر عينيا. تحت امرك. تحت امرك يا استاذنا. الله يخليك يا باشا. برضه الفراخ المشويه برضه يعني كلها على التتبيله. ما هو المارينيه اهم حاجه. المارينيه يعني تحت امرك يا باشا. تحت امرك. تسلم يا استاذ سيف، نورتنا. طب انا ممكن افتح الكايزر عشان خاطر نكسب وقت. ونساعدك. ماشي. في مكتوب. ممكن تعبي ال ماشي. اعدي ايه؟ اه طب انا ممكن اعمل له لغايه اما انت. اوكي على ما عشان نكسب وقت. طبعا قطع ايدي دلوقتي. سلامتك. فظيعه في المطبخ. انت هتحطي بقى طماطم يا خلود وبعد كده احنا هنحط الطماطم على ده الليمون بالنعناع بقى. اديله ايه؟ الطماطم جميله عشان ايه؟ نظبط التست. ايه ده كنتي في البحر دلوقتي؟ نعمل تيست كده. يا ريت ابقى في البحر ولا عايزه اخدهم واطلع على الساحل دلوقتي. اروح الساحل الشرير. ليه كده؟ خلينا في الطيبين. خلينا في الطيبين. خلينا في الطيبين يا احمد. معانا استاذه ناديه. ايوه يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا بيك يا استاذه ناديه. أنا اللي كنت بكلم حضراتكم من شوية. أهلا بيكي. أنا بنصوت تاني من الباقة التانية وبفكر حضراتكم. بفكر الشيف لو سمحت يقول لي طريقة عمل الكنالوني. بس نسينا. حاضر يا ست الكل. هقول لحضرتك. ماشي يا فندم. ماشي. منورين الشاشة والله. وأنا بشكركم على برنامجكم الجميل ده. الله يسلمك. مسامعك بيديني. نقول لها بقى الطريقه عشان قبل ما ننسى يا شيخ. عينيا. حاضر. بس اطلع الايه شويه العصير ده والحاجات دي. اصل العصير ليمون لازم يتصفى تقريبا يا شيخ. ايوه امال ايه؟ ما احنا هنصفيه. لازم يتصفى اكيد هنصفيه يعني. استنى نادي انا مسامعك من الديجين. طب انا حطيت هنا احط طماطم. ايوه ثانية واحدة اديك الشريحة. ايه شريحة الطماطم اهي. حطي بقى شريحة الطماطم. الذكرى يلا ديك عشان تنزل المية. الله شوية ليمون بالنعناع يعني ايه حاجة بالهنا والشفا. انا مشتاقة. لازم يتصفى. نقول لأستاذة نادية طيب اللي هي سألته. حاضر هقول لها والله. حاضر عينيا. تانية تقول هو في ايه بقى انا مش قلت. ممكن نستنى بس. اكيد طبعا. عينيا. حاضر. الكنالوني. عينيا. حاضر هبلغ حضرتك. ثواني. معانا استاذة رحمة من الفيوم. ايوه. استاذة رحمة. الو. اهلا بيكي. اهلا بيكي. مش هنحط نعناع عليهم او نزيهم. اهلا بيكي يا استاذة رحمة. اتفضلي. لو سمحت عايزة اعرف طريقة المكرونة النجريسكو. مكرونة النجريسكو. عينيا. عينيا. حاضر. مزاجي يا استاذة رحمة. ايوه. ايوه.
رحمه طيب او ممكن نقول لها بقى المكرونه نجريسكو. انا يا حاضر. احنا راضيين على استاذه ناديه. استاذه ناديه طب نقول استاذه ناديه الاول خاطر يعني ايه. حاضر عينيا بس سلم سلم مكاني كده روق مكاني. انت بقى اللي هو يلا دي عشان كده. لا انا حاجزه واحد كبده اسكندراني وحاجزه طبق الهوت دوج اللي هناك ده. عايز واحد كبده اسكندراني واحد ايه؟ عايزين نعمل بقى واحد هوت دوج هنا. انا يا حاضر. عشان ايه؟ هوت دوج صح؟ ايوه. اوكي. ما عملناش هوت دوج. مقصرين في حقه. لا ازاي؟ اهو احلى واحد. وعندنا عيش بلدي برضو لو حب حابب. إيه؟ الخياره دي انا بقلب دلوقتي تمام؟ يعني لا عادي قطعيها مع جنب الاكل. الخيار لذيذ يعني في الموقف اللي ناخد بقى السندوتشات دي يا شيف بقى ونسافر على طول. ايوه هنسافر فين بقى؟ من الاستوديو على الساحل. هنطلع على جمصه شكلها. هنروح مع شيف ولا نروح العين السخنه؟ خلاص نروح جمصه. رحت جمصه قبل كده كده؟ انا رحت جمصه قبل كده. بجد؟ اه رحت جمصه ورحت اسكندريه ورحت راس البر. اكيد رحت كل الحاجات دي. طبعا الاستاذه ذكرى راحت حاطه ايه؟ كله على بعضه. فاحنا عندنا برضو ايه حاجه اسمها تشيز برجر. تشيز برجر. الاستاذه خلود اللي عملت كده يا شيف ماهر. نعم تغلط في اسمي. ها؟ تغلط في اسمي. استاذه ذكرى؟ لا ما اقدرش. اللي حطت كله على بعضه. ما اقدرش. لا زعلت. لا ما اقدرش. هجيب بقى الحاجه هنا ولا شغاله كده باينه؟ معانا استاذه منى. منى. الو. اهلا بيكي. عامله ايه؟ الحمد لله. انت عامله ايه؟ انا بحبك قوي يا قلبي. ربنا يخليكي. تسلمي. بموت فيكي حبيبتي. ربنا يخليكي. انت عامله ايه؟ شيف ممكن تعملي ايه في المصيف؟ وايه الاكلات اللي بتحبيها في المصيف؟ انا لما ما روحتش المصيف السنه دي. ما روحتيش المصيف السنه دي. طب ايه ايه اللي عايزه تسالي الشيف؟ ورا شويه. ايه خلاص عايز تسالي الشيف حاجه في اكله معينه عايز تساليها في الشيف او كده؟ لا انا عاوزه اسال عن طريقه عمل البسبوسه لما بعملها بتطلع معيشه. تطلع ايه؟ معيشه من جوه. تبقى ناشفه يعني معاكي؟ اه تبقى لا لا خلي ده خلي ده مش طريه. طب انت بتحطي الشربات بتاعها وبعد كده بتدخليها الفرن؟ لا. امال ايه؟ بعد ما تطلع من الفرن بديها الشربات. طيب ما هي لازم يا ست الكل تخش شويه الفرن عشان تضطر مع حضرتك. اعمل ايه؟ تدخليها الفرن يعني تسقيها الشربات وبعد كده تروحي ايه؟ مدخليها الفرن شويه. ما تدخليها الفرن هيبدا الشربات يتشرب فين؟ انا بسيبها تقعد 3 دقايق يعني بعد ما اديها الشربات احطها في الفرن 3 دقايق كده. ايوه تمام كده تمام. بتطلع معيشه اللي هو ناشفه مش بتشرب الشربات. البسبوسه يا عامه يا منى مش ما ينفعش نجيبها اصلا غير من بره لان انا عملت كتير الموضوع اللي الشيف بيقول عليه ده وفشلت بصراحه. ليه كده؟ ممكن تقولي لي عن المكونات؟ طيب انا اقول لك على المكونات. ايه الاحراج بقى؟ هنقول لك. الشيف بقى يقول لك على المكونات بقى يا استاذه منى. عينيا حاضر. حاضرين يا ست الكل. ليه البسبوسه ما بتظبطش مع حد يا شيف؟ ليه البسبوسه عمرها ما ظبطت مع حد؟ والله دي بقى بترجع لايه؟ للسميد، لنوع السميد نفسه. خدت بالك السميد ده له انواع كتيره. تمام. في منها خشن، في منها ناعم، فاهمين ازاي؟ ده هو السميد والسمنه واهم حاجه الضربه بتاعتها يعني العجنه بتاعتها تبقى معجونه ايه كويس. سليم. والسيرب بتاعها او الشربات تبقى ايه جاهز. يا ده سخن وده سخن، يا ده بارد وحاجه تانيه ايه سخنه. فاهماني ازاي؟ انا من رايي ان احنا يا جماعه نشتريها من بره وخلاص يعني صح؟ ليه عادي في ناس بتحب تقلف يعني كده وتفترع يعني. بنتكلم في بتبوظ يعني. دلوقتي بقى يا شيف يعني قول لنا بقى احنا عملنا ايه عشان خاطر. معانا استاذه نوره. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا بيكي. ازيك يا استاذه عامله ايه؟ الحمد لله. انت عامله ايه؟ بخير والله الحمد لله. ازيك يا شيف؟ الله يسلمك.
الله يخليك. منور الدنيا كلها. اسلامي الله يكرمك يا نور، الله يكرمك. اسلامي بجد والله. المكرونه السته اللي كنت عاملها الاسبوع اللي فات كانت جميله، تسلم ايدك. الله يكرمك يا باشا. تسلمي الله يخليك والله. وعجبت ماما والجماعه والله، كانت بصراحه جميله، تسلم ايدك. الله يكرمك. ايه رايك في شويه السندوتشات اللي احنا عاملينهم النهارده بتوع المصيف دول؟ بصراحه بجد تسلم ايدك. الله يسلمك يا ست الكل. تحبي تسالينا في اي حاجه تحت امرك. ربنا يخليك يا شيف. جربي بقى السندوتشات المره دي، والحلقه الجايه بقى قول لنا ايه رايك فيها. ان شاء الله هجربها. تسلمي يا حبيبتي، اتفضلي. ان شاء الله ولا حلقه من بتاع الشيف ان شاء الله. اكيد ان شاء الله. ان شاء الله تنورينا يا ست الكل. نوري يا باشا. إيه كده احنا يا شيف عملنا سندوتشات الكبده اسكندراني. ايوه عملنا كبده اسكندراني معانا، وعملنا برجر وتشيب بالجبنه، وعملنا سوسيس او هوت دوج. تمام. وعملنا طبق سوسيس برضو بالبصل والفلفل الالوان. ده بيتسمى ايه؟ هوت دوج او سوسيس. يعني ده او ده. يعني ده فاهمين ازاي؟ ده بننزله في الفطار عامه، يعني طبق. أيوة ده بننزله. أيوة. في الفطار مع الاوبن بوفيه. وعملنا عصير مانجا وليمون نعناع. ايوه وجوافه باللبن. جوافه باللبن. بشكر حضرتك يا شيف جدا وبجد على الاكلات الحلوه، وتسلم ايدك على الاكلات الحلوه اللي بتعملنا كتير. وانا بتشرف بيك والله العظيم. والله يخليك يا شيف. ودايما منورين الشاشه كده ان شاء الله. ده منورك والله يا شيف. الله يخليك. واحنا تحت امر الساده المشاهدين في اي حاجه تحت امركم. في بعض الاسئله هرد عليها الحلقه الجايه ان شاء الله. عشان ما عنديش وقت طبعا، الوقت مضغوط زي ما انتم شايفين. فلازم برضو ان شاء الله الوقت، عشان ايه يعني كنت حتى في ناس سالتني. ما تزعلش حد يعني مننا. ايوه تسلم. بشكرك يا ذكرى جدا. ميرسي ليكي يا خلود، وميرسي ليكي يا شيف والله. حلقه جميله ودايما كده منورنا يا رب. الله يكرمك. بشكركم جدا وبشكر فريق العمل كله، وان شاء الله اشوفكم بكره في نفس الميعاد الساعه 3 في برنامج هو وهي على قناه الصحه والجمال.